أولاً السلام عليكم وصباح الخير، حياكم الله جميعاً. كيف تدرس بالطرق الحديثة؟ جميعنا يعرف أن في طرق تقليدية وطرق يعني متبعة في السعودية، اللي هي أمسك الكتاب وقرأ. قبل ما أبدأ في هذه النقطة بالضبط اللي هي الطرق الحديثة، أبغاكم تعرفوا شيء واحد: لا تخجل في مرحلة اللغة، لا تخجل من نفسك، لا تخجل من اللي حولك، ولا تكرف لهم، بإذن الله تتحقق هدفك. الطرق الحديثة اللي اليوم راح أتحدث عليها هي طرق يعني ممكن تمر معك في الأيام العادية باستمرار، بس ممكن هل أنت تعرفها أو لا، هذا اليوم إن شاء الله نتحدث عليها. زي ما أنتم شايفين الآن في أربع صور. الصورة الأولى ممكن الجميع يشوفها بشكل يومي مكثف، اللي هي MP3 أو MP4 موسيقى. الصورة الثانية هي الأغلب اللي ما نستخدمها في المعاهد اللغة والمعاهد التجارية. الصورة الثالثة اللي هي تسلية وقت الفراغ، فين تذهب، إيش تقضي. الصورة الرابعة اللي هي صورة لأحد المساجد في صلاة الجمعة. الهدف من هذه الصور هي محاضرة اليوم. لكل صورة طريقة. الصورة الأولى اللي هي MP3 هي المستفاد منها السماع، السمع. كيف تطور طريقة السمع وتستغلها في المذاكرة؟ يعني في الصباح أو في المساء أو حتى في أي وقت تخرج تسمع، تشوف الكنديين حاطين MP3 في أذانهم وتسمع أغاني. يعني هل هم بيتعلموا منها؟ لا، هم أخذينها بس مجرد التسلية. يعني ليش انت متطورها وتخليها في بدل الاغاني تحط فيها قصص؟ يعني في قصص المشايخ المسلمين حول العالم بكثر بالانجليزي وخالي من الكلام الفاحش، يعني وخالي من الكلام البذيء في الاغاني وخلافه. الصوره الثانيه اللي هي الاقلام. منا كثيرا وخاصه فئه النساء بيحبوا الاقلام الملونه بكثر اكثر ما احنا الرجال، اسود وازرق والسلام. يا ليت يستخدموا من يحبوا الأقلام بكثرة، إنه يستخدموها بكثرة خاصة في تلوين، في أخذ العبارات. هذه تساعدهم في المذاكرة، خاصة في الاسترجاع، في الاستذكار. وقت ما يكون يبغى يرى معلومة سريعة بيوصل لها بسرعة، أسهل مما يجلس يبحث في الساعات والدقائق. الصورة الثالثة اللي هي التسلية. في منهم يحب سبحان الله يمشي وهو يذاكر، يمسك الكتاب ويجلس يمشي في الممر رايح جاي رايح جاي. وفي منهم لا، يمسك يلعب في القلم، يعني حركات لا إرادية لا شعورية، لكن هو ما يعرف يذاكر إلا بهذه الطريقة اللي هي هذه الطريقة الحركية. الصورة الرابعة اللي هي عن تتكلم عن صلاة الجمعة، راح أتكلم عنها آخر شيء في الشريحة الثانية إن شاء الله. طريقة الدراسة هي زي ما انتم شايفين، بصري وحركي وسمعي. طبعا زي ما قلت لكم الصوره الاخيره هي صلاه الجمعه. الفيجوال اللي هو البصري، اللي هو تقدر تحط قصص تسمعها في الام بي 3 او الام بي 4 او ايا كان في جهازك، تسمعها طوال الوقت، قصص اطفال، قصص عامه، قصص في تخصصك. يعني في ويب سايتات كثير جميله على حسب تخصصك، تختار حقك التوبك وتسمع قصص جدا جدا رائعة. يعني ما شاء الله أغلب المبتعثين حول العالم كلهم بزنس، ما أدري إن شاء الله بإذن الله نرجع ونفيد البلد إن شاء الله بإذن الله. ما أدري إن شاء الله تحصلون يعني المعلومة اللي تبحثون عنها دائما في الويب سايت تكون موجودة لكم يا أهل البزنس. اليوم ما راح أتكلم عن تخصص معين، يعني هذه الأخ تميم تكلم في النقطة الأولى كيف تضع لك بلان، كيف يعني تسير حياتك اليومية. أنا اليوم راح أتخصص في شيء واحد وهو تخصصي كيف تتعمق في الدراسة، كيف تجعل المذاكرة سهلة لك سلسة، كيف تجعلها محفوظة في الذاكرة طويلة المدى وليس الذاكرة الشورت ميموري اللي هي قصيرة المدى. أهل البصري، يعني إحنا ثلاث فئات، العالم كله ثلاث فئات، يا بصري يا حركي يا سمعي. البصري هم اللي سبحان الله اللي يحبوا يشوفوا دائما زي التي في أو يشوفوا الموفيز، يعني يحب يشوف الافلام بكثره. يقول لك انا اتعلم من الافلام، زي ما اخ فارس اول تحدث
هو من هذه الفئة البصرية الأخفاس، يعني ما يتعلم إلا من المشاهدة، أو لما يتحدث مع شخص يأخذ معلومة أكثر مما يسمعها أو يقرأ من الكتاب. يعني لما يجي في المحاضرة يجلس مع المدرس بيأخذ المعلومة بيخزنها في ذاكرته أشكل مما يجلس هو يذاكر نفسه. زي ما في فئة أخرى تقول لك إحنا نجلس مع أصحابي وزملائي إحنا بنستوعب أكثر من أجلس لوحدي. هذا من الفئة البصرية، يحب لما يتخاطب مع الشخص الأمام يلقط المعلومة بسرعة. الفئة الثانية اللي هي الحركية، اللي هو محدثكم عبد العزيز من الفئة الحركية. ما أحب أذاكر إلا في شيء في يدي، يعني كتاب أمشي في مرة أيا كان، ما أحب أذاكر وأنا جالس. يعني لازم أشوف لك أي طريقة في المذاكرة الحركية. لو اكتشفت أنت من أهل الفئة الحركية يعني ما تستطيع تذاكر إلا وتسوي عمل حركي، كيف تكتشف هذا الشيء؟ تكتشف من ناحية مذاكرتك وانت تذاكر، لاحظ نفسك ايش تسوي. هل تستوعب لما تذاكر لوحدك، لما تلون في الأوراق أو الكتب بالأقلام الملونة، هل تستوعب منها؟ انت مثال بصري، ما تستوعب منها انت لا، خليه على جنب. تعال الفئة اللي بعدها، تستوعب من ماذا؟ والله تقول انا احب الله امشي برا، اطلع برا في الممشى او البحر، واحب بذاكر زي ما يقولوا بالهواء الطلق عند البحر، بيني وبين البحر راس اصحاب واصدقاء. هذول الفئه هم الفئه الحركيه، يعني يحب يكون الواحد يحب يمشي يحب يتخلى الواحد زي ما يقولوا، هذا هم الفئه الحركيه. الفئه السمعيه اللي هي اللي يحب يسمعوا بكثره، يعني يحب بس يسمع دائما طول ما شاء الله تبارك الله السماعات في اذنه، هم هذول الفئه السمعيه. يعني هذول هم اسرع ناس في تطوير عمليه الليسنك عندهم، يعني جدا جدا محظوظين. احنا ممكن العيب الوحيد فينا كشعب سعودي هو الليسنك، الاستيعاب عندنا بطيء شوي، لكن في السبيك ما شاء الله ممكن من احسن الشعوب اللي موجوده هنا تدرس لغه كلغه ثانيه. كيف تطور اللغه السمعيه؟ اللغة السمعية هو بالاستماع للمحاضرات الدينية. أنا ما أتكلم عن الأغاني ولا حاجات هذه، لا أحب لأن فيها كلام بذيء جدا ويعني فاحش، ولا أنصح فيها، يعني نصيحة أخوية كل على راحته. بس الأغاني بصفة عامة لا تعلم المذاكرة للتعليم الأكاديمي، صح ممكن للجنر بس تخليك تتكلم سبيكر تسمع كلمات، بس في كلمات جدا انت ما راح تحتاج في مذاكرتك اربع سنين او اقل شيء سنتين، يعني في كلمات تحتفظها معك طول المدى راح تستوعبها اصلا من الشعب. لذلك في محاضرات دينيه موجوده في الويب سايتات تقدر تنزلها عندك في الام بي 3 في الجهاز حقك، وتجلس وانت ماشي في المترو او في الصبوي او ايا كان في الباص او حتى وانت ماشي رايح البيت بتسمع بدل ما تكون فاضي، يعني بتسمع قصص حلوه تتكلم عن دينك، تكلم عن شعارك، وبالاضافه انك في بالانجليزي، يعني شيئين في زي ما يقولوا في شيء واحد. هذه منها القصص، يعني نبه في النقط القصص الطفوليه اللي حق الاطفال، سهله 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 جدا لاستيعاب المذاكره، يعني في وقت الفراغ تستعملها. اما اذا حاب انت تذاكر نزل الاسم الكبري او ايا كان، سجل بصوتك ما هو عيب، واجلس اسمع يوميا. وفي نقطة كمان أخرى في الأهل الفئة السمعية أنا مركز عليها بكثرة، يعني أشوف كثير ما شاء الله تبارك الله من الشعب هنا، شعبنا كمان بيسمعوا كثير ما شاء الله، بيقلد في منهم بيقلد تقليد الأعمى، في منهم لا والله بيسمع. لذلك حطهم قصص حلوة حق الأطفال جدا جدا بيساعدهم في المذاكرة. النقطة الرابعة اللي هي الجمعة بريه، صلاة الجمعة. يعني الحمد لله ان احنا جينا بلد تتكلم لغة انجليزية، يعني في صلاة الجمعة فيها جدا جدا فائدة. اولا بيتكلم في جميع الافعال في الماضي في الحاضر في المستقبل كلها بتكون موجودة في صلاة الجمعة، يعني الاكسنت حقه بيكون واضح والكلمات بتكون سهلة، يعني جدا جدا مستوعبة. هذا للرجال، اما النساء في موجوده في المحاضرات او المسجله حق صلاة الجمعه في النت بيقدروا ينزلوها، جدا جدا رائع، يقدروا يستفيدوا من هذه النقطه.
فوائد الدراسة هي فوائد كثيرة، بس اختصرتها في 3 فوائد لعلها تكون الأفضل والأجمل من بين آلاف الفوائد، اللي هو النجاح. إحنا ليش هنا جايين؟ إحنا جايين على أساس ننجح، علشان ننجح هذا اللي جايين، على أساس نتفوق، على أساس نرجع لبلدنا نخدمه بأي كان شهادة في أي تخصص كان أنا أقدر أخدم فيه. بلدنا أعطانا الكثير، ما نحن الكثير، يعني ما نقدر نقول في حق ولا شيء إلا إن شاء الله بدنا نرجع بالشهادة اللي إن شاء الله بإذن الله تكون في الطريق للتصحيح للبلد، إن شاء الله في الطريق للمعاصر. النجاح ما في أحد حلم من النجاح، بس كيف توصل للنجاح هو هذا هو الهدف. لا تخجل، لا تخجل، لا تخجل. يعني الشيخ عادل قالني قال لا تحزن، أقول لا تخجل، صدق في اللغة لا تخجل. اللي حولك خليهم يتكلم، يقول اللي يقول، يغلطوا، تغلط أنت، كلنا بشر. الرسول عليه الصلاة والسلام أخطأ لما عبس في وجه الرجل لما جاء، يعني كلنا بيخطئ، لكن كلنا من صح خطأ، أعرف خطأ صح. لو عرفت خطأ صح حتى هذا هو الطريق للنجاح بإذن الله. النقطة الثانية هي درجات جيدة، يعني كلنا نطمح نكون من المتميزين، ليس لأنفسنا بل لبلدنا. يعني كلنا مني موجود هنا اللي بتاعت، فالأخير بنرجع ليس بأخذ نفسي، أنا بأشتغل للبلد. الشهادة اللي بأخذها دي ما راح تنفعني، لو علقت في البيت ما مستفيد شيء، لكن برجع بخدم الملك. ليش احنا موجودين هنا؟ ان شاء الله باذن الله فينا الفئه كثير، ان شاء الله تفيد البلد باذن الله. النقطه الثالثه هي معلومات جديده، يعني خلي مذاكرتك كل ما تذاكر استقل انك انت تذاكر نقطه جديده. يعني لما تذاكر لا تحط ببالك ان انت تذاكر عشان بس تنجح، كذا ما راح عمرك تتطور ولا عمرك تتقدم. خلي في بالك دائما انك تتطور وتتعلم وتتثقف وتنجح في نفس الوقت، كلها بدرجات بإذن الله تمشي. في الصورة اللي زي ما شايفينها في الأسفل هنا، ممكن 2 بيذاكر وحد ثالث يعني نص يناظر معهم نص لا، والرابع اللي هو من الخلف اللي هو يعتبر اللي ثاني واحد من اليمين بيحاول إنه يناظر. خليك مثله، حاول حتى تنجح، حاول حتى توصل. يعني هو صح ما له مكان، اللي في الصورة ما له مكان، يعني مو تركين المكان، هل هي أنانية أو أن المكان ضيق، الله أعلم الصورة غير مكتملة، لكن هو بيحاول، يبغى يعرف، يبغى يوصل. أنت خليك مثل، اللغة ما هي صعبة، اللغة ترى شفرة، متى ما وصلت لها راح تمشي فترة حياتك كاملة باللغة بدون أي صعوبة، وراح أقول لكم كيف تفكش الشفرة إن شاء الله. الخاتمة، يعني إذا كان تبغى توصل إلى النجاح أو توصل للمبتغى اللي أنت موجود الآن، كلنا له طموح، يبغى يوصل لمبتغى معين في باله، يبغى يوصل إنه يكون المتميز، يبغى يكون إنه يكون الأول على دفعته، أبغى يكون اسمي في الجريدة، أبغى يكون في وزارة الإعلام، أبغى يكون، أبغى يكون، أبغى يكون. كل هذه سهلة في كلمة أبغى، لكن فين التحقيق؟ ابحث في نفسك دائما، شوف أنت إيش تبغى، إيش اللي يميزك في مرحلة اللغة واعمل عليه. يعني اللغة أنا ما أشوفها صعبة، أنا جلست أدرس اللغة 9 سنوات متواصلة، ابتداء من المتوسط 3 سنين الثانوي، بعدها لاني انا ادرس التمريض، باتشر في تمريض، بس ما كنت اخذ اللغه، كنت اخذها كعائق امامي، عشان كذا ماني قادر اتحسن في اللغه، دائما اتكلم مكسر. يصدق قبل 6 شهور بالضبط، يعني لغتي هي اللي احسها اندفعت دفعه اماميه، دحين الان اقدر مين يجي اي اشكل واحد وافضل واحد في العالم يتكلم انجليزي بروفيشنال نقدر نتكلم معه، لانه هو نفس الانجليزي بيتكلم، بيتكلم في اي اصغر واحد بيتكلم انجليزي، ما هو ذاك الصعوبه اني اتحدث مع البروفيسور حقي، ما هو ذاك الصعوبه العائق ان الفاجع اني راح اتكلم مع واحد من ملائكه الارض، لا، زي انسان عادي ما راح ايش المميز عني، هو يتكلم انجليزي انا اتكلم انجليزي،
هو يجيب الشهادة بالدراسة، أنا أدرس أصلا يجيب الشهادة، ما في شيء، لا تخجل. الإنجليزي عشان تفك الشفرة حقته انسى القبول الجامعي، إذا كان بكالوريوس لا تفكر فيه، إذا كان ماجستير الله يكون في عونهم هم والدكتوراه، لا تفكر في القبول الآن لمدة 3 شهور متواصلة، فكر بس في لغتك كيف تطورها، كيف تحسنها، كيف تجعلها هي الأساس لك في حياتك هنا، أنت بتعيش هنا بتتكلم إنجليزي، خاصة للرجال. للنساء معليش ممكن يزعلوا مني في هذه النقطة، أنا أقول لهم لا تكثر من صديقاتك العرب أو السعوديات بشكل عام. صحيح إحنا عندنا نساء ما شاء الله يحبوا يتجمعوا يحبوا يتعرفوا أكثر، لا تعرفوا على الناس نفس مجتمعنا بيقضوا أكثر وقته بيتكلموا، يعني ما بدون مذاكرة صحيح بتمر عليها سنة بتكون أنجزت 50% و60% بدل ما تنجزت 80-90%. اللي إذا كان بيجلسوا كجروب إذا ذاكروا مع بعض بالعكس الله يوفقهم. للرجال يعني كيف تفك حقتك الشفرة؟ اختلط بالعالم، اخرج برا في الكوفيات، تقدر تخرج برا تجلس في اي كوفي تتكلم، ما حد بيقول لك لا، ما حد بيضحك عليك زي عندنا لما واحد بيغلط بيضحك عليه يعلق عليه، لا. ثاني شيء بشكل عام هذا للرجال والنساء، اتصل عندك في فك شو اسمه على قولهم اليلو بوك ذا حق الهواتف، خذ لك اي رقم مثلا انت موضوع تبغى تتكلم فيه تبغى تتحدث فيه، تكلم قل له عطني مثلا معلومات عن الشيء الفلاني او ايش عندك من خدمات من كذا، تكلم معه انت ما بتطلب منه شيء، يكون التليفون طبعا اذا كان تليفون ارضي بيكون فري بعد فتره الساعه 6 و7 على حسب المكان اللي انت فيه والفئه اللي اخذها، وتكلم معه هو لا يعرفك ولا انت لا تعرفه، اذا غلطت هو لا هو على الاقل بيحاسبك ولا انت بتحاسب، ولا غلطت اذا مثلا سالت سؤال وغلطت وتقوم تقفل، لا لا تقفل خليك قول له ام سوري معلش، هو من احسن شيء في الشعب هنا الشعب متقبل، يعني الخطا اذا كان انت يعني بادرت فيه في تصليحه، وقت وقتك في المذاكره في باقي الوقت الباقي، يعني حاول تتعمل زي ما الاخ التميم ان شاء الله شرح لكم كيفيه عمل البلانات حقتكم، يعني جدا جدا رائع. يعني عندك على اساس بالمختصر بشكل عام على نهايه المحاضره في اليوم 3 فئات اللي هم الفئه السمعيه اللي هو الاستماع اللي يحب يستمع اكثر اللي يستفيد من القصص بشكل اكثر، يضعونها في اجهزتهم اي جهاز من التكنولوجيا اللي فيها حقه تطوير السمع، يضع فيه قصص اطفال منا لهم اذا كان عنده اولاد لاولاده، نفس الوقت هم يسمعوا هو يسمع معاهم ويستفيد حلو وسهل، يستخدم عبارات اسهل الكلمات في التعليم. الفئه الثانيه اللي هم الفئه الحركيه اللي هو مثلي انا، الفئه الحركيه حاول انك دائما يعني تستخدم طريقه وانت تذاكر، يعني اما تمشي وتطلع برا لا تجلس على روتين واحد. الفئه الثالثه هي الفئه البصريه، يعني حاول تشاهد دائما في التلفزيون مع صيغه الكتابه جدا رائعه. وايضا صلاه الجمعه انا يعني انصح فيها جدا جدا، في ناس بيقضوها في الدراسه يعني ما بيحضر صلاه الجمعه يقول والله عندي كلاس، ترى جدا جدا فائده بالاجر، في يعتبر كلاس مكثف هذه هي صلاه الجمعه. هذا اليوم ما عندي، وصلى الله وبارك على سيدنا محمد، وأشكركم على الاستماع.